فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي مكملين حتى للخمسة، نواصلوا جولتنا في تونس من بنزرة نهبطوا للمتلاوي والقفصة بالتحديد، موجود زميلنا حافظ طرابلسي. حافظ اهلا بيك. مرحبا بيك اسلام، تحية ليك لو تحية لكل اللي يسمعوا فينا على موجات اذاعة اكسبريس اف ام. شنو الامور خويا؟ انت الوحيد تو مش بتليش على السخان. هل مش نبدا على السخانة؟ والله لا اسمع، هو سلام صحيح يفوديه انه السخانة راهو معناتها في جنرال على البلاد كاملة، اما البارتيكولاريتي في البارتي هذه الجنوب الغربي وانه السخانة ساك يعني شايحة ماهيش ايميديفية، على عكس بار اكزومبل المدن اللي موجودة في الشريط الساحلي. الله يكون في عونكم خويا، يعطيك الصحة. وهذاك علاش معناتها السخانة كاسحة شوية، هناك كاسحة. بون لامبورتون هو انه توا لي دو ديغني جور هذوما ما فماش شيلي، سيروكو مش موجود، دونك نجمو نقبلو، خاصة انه في عقاب الليل تتحرك شوية ذيك البريز نوكتيرن، معناتها النسمة نتاع الليل اللي تخفف شوية وتنسينا لو كالفير نتاع النهار يا اسلام. باهي حافظ ذيك البلتان ميتيو نتاع البارتي هذيك. باش نتعسف عليك شوية حافظ، تعرف ونص وقت الاخبار عندنا 3 دقائق ونص خويا، باش تعمل لي ريكاب على المتلاوي شنو الاخبار. باهي باش نحاول باش نعطيكم 3 دقائق هما لو بليز امبورتون، وانه الفريق في وضعية صعبة نعرفوه، موجود في المركز الأخير 10 نقاط. آخر نتيجة ليه إسلام كانت هزيمة 5-1 ضد النجم الساحلي في سوسة قبل ما تتوقف البطولة. لغيتيال دي توجور، والمشكلة اللي موجودة تقريبا دبوي دي زاني النجم المتلوي هو الظروف المادية، فيما نعرف أنه ليتوال المتلوي هو فريق يرتكز على دعم لسي بي جي، هوني ثم اشكاليات حدثت عليها قبل ومش نعطي التويكه باختزال، وانه السي بي جي تدفع الفلوس باللاني ادمنستراتيف، بينما النجم الرياضي بالمتلوي ما يساعدوش في بعض الاحيان، على غرار موقع توا باعتبار وانه العوده الى التدريبات تحضير لبقيه الموسم نهار غير نهار 10 جوان، والتحضيرات اون ديغي سي لا بريباراسيون دو لافون سيزون. في الحقيقه انه ثم زوج جرايات ما خذوهاش من العبريه لحد الان منذ العودة للتحضيرات، كاينش ان بريم ان بارتي دو بريم دو روندمون، لكن المدرب الكوكي الى تيغيلا سونيت دالار وهدد بالانسحاب اذا كان ما تتحركش الامور، خاصه انه ثم عديد الملاعبين اللي عندهم عروض من الفرق من تونس وكذلك من خارج تونس. هذه اذا توا حافظ هذا تجديد التهديد بالانسحاب هذا؟ التهديد صحيح كان في وسط التحضيرات، لانه الملاعبيه رغم انه الملاعبيه عملوا حركه احتجاجيه وكانت فريمون معناتها سيفيليزي على الاخر، ما وقفوش ما اضربوش على التدريبات، لكن ايزون لونسي ان ميساج بور لي ديريجون، وانه الوضعيه ما يمكنش وان تتواصل كيما هكا، خاصه النجم المتلوي نجم نقولوا انه داخل على تشالنج كبير ياسر، لانه مازال 10 مقابلات 6 في المتلوي 4 خارج المتلوي، لكن المقابلات من كاليبر كبير ياسر قدام كلوب افريكا، اتحاد مناسب، اتحاد تطوين، والترجي الرياضي. هذه هي الوضعيه الماديه اللي الى حد الان بون ثم دي ميساج، لكني ما اثرتش الى حد الان على التحضيرات. الفريق عمل تروا فاز تاع بريباراسيون في حمام بورقيبه في الزهره وكذلك في سوسه الى في 5 ماتش اميكو، اترافيغ لي ماتش اميكو اسلام ثم 3 نيل و 2 فيكتوار، ثم تعادل قدام الترجي هدف لهدف، تعادل قدام الشاب 0-0، انتصار قدام جي اس كا 3-0، انتصار كذلك على مستقبل سليمان 2-1، وتعادل مع النادي الصفاقسي 0-0. الى حد الان يعني الامور ماشيه بالكدا في ظل الازمه الماليه اللي كنت تحكي عليها، نتائج محترمه معناها محترمه بالدياس. علاش قلت لك؟ وانه لو كومبورتمون سي ان كومبورتمون اميديتي اي سالجي دو لا بار دي جوغ، لانه وضعيه ماديه صعبه نعرفوا انه لي جوغ سون بروفيسيونيل، الصيف نعرفوا انه في تونس المصروف نتاعو يكثر، والملاعبيه طبعا دو سالير ما خذاوش بليس ان غروند بارتي دو بريم دو روندمون، وطبعا ينتظروا في انه لا سي بي جي ديبلوك ان بارتي دي فون كي سون الوي بور لو كلوب. نجي بالنسبه للتحضيرات حافظه نعم حافظة. بالنسبه للتحضيرات هذه الى حد ابدا محمد الكوكي ما عنده حتى اشكال على مستوى لا كونفيغوراسيون ديفونسيف، عنده لومباغا دي شوا، لكن على مستوى الاتاك خلال المقابلات الوديه فانه كل مره يبدل يا اما انافون دو بوينت والا ان اتاك ا دو تيت
بجوز ملاعبيه. ديوارا تقريبا هو اللي الى حد الان الى دوني بلين ساتيسفاكسيون. على كل حال بالنسبه للمقابله القادمه بتكون نهار لحد ضد الملعب التونسي بالخمسه نتاع العشيه بيان سور او يكلو، الاكيد انه مش نشوفوا ان اتاك ادو تيت، لانه ركز عليها في الزوج مقابلات الاخيره اللي كانت قدام الترجي الرياضي التونسي وكذلك قدام النادي الصفاقسي، ركز على ان اتاك ادو تيت. وطبعا هيفا بن محمدي اللي بالمناسبه رجع الى روبري ليزونترينمون بعد صحابه لانه احتفل بالزواج نتاعو في بدايه شهر جوان. هيفا بن محمدي يولي يجي سور دو نوف ايدمي، ولو انه متعود دائما انه سي ان ميليو تيرا ريكوبيراتور، لكني البوست جديد وانه ولا يجي من تاريخ فلي دو زاتاكون اللي مش يلعبوا اون بوان. هذه تقريبا لافيترين اوفونسيف اللي مش يظهر بها النجم الاسلوي في العشره مقابلات المتبقيه. اسلام يعطيك الصحه، شكرا لك حافظ طرابلسي على كل هذه التفاصيل. صفيه تجيكم في الاخبار.